يا سلام عليك يا لونا، أبدعتي. شكرا. ست أنغام، كيف شفتي أداء لونا اليوم؟ أنا بحب الأغنية دي لإليسا جدا جدا، من أحلى الألحان يعني، وبمسي على حبيبتي إليسا صاحبتي وصديقتي ومن ألطف الناس الحقيقة، ومن الأصوات اللي عندها طابع وخامة مش ممكن تغلطي في صوت إليسا. ولونا في يوم من الأيام هتبقى صوت لبناني كبير ونجمة لبنانية كبيرة إن شاء الله. أستاذ عبد الله، حلقت في بيروت والله، وديتينا يعني للزمن الجميل، شارع الحمراء والله والله، حسيت ان انا ببيروت، حسيت ان انا بجو بيروت. صوتك واصلني وحاس انه بيكون هناك في صوت في 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 لبنان اسمه لونا. شكرا لك. استاذ راغب، اولا انا اضم صوتي الى صوت زملائي الكبار ام عمر وابو خالد. بحب ضيف لحبيبة قلبي لونا، شو هالكلاس، شو هالجمال، شو هالوقفة، وشو هالتمكن والإداء من صوتك. أنا بقول لك أيام ممكن تغني أغاني تلبق لك أكثر من هالأغنية لصوتك، ممكن، بس أنت